السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام في الموعد الأسبوعي اللي يجمعنا مع حضراتكم دائما للإجابة على تساؤلاتكم ومداخلاتكم. وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سماحة السيد السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، تقبل الله أعمالكم وأعمالكم، بارك الله بكم. بعد قليل إن شاء الله تعالى رح نبدأ باستقبال مشاركاتكم واتصالاتكم على الأرقام اللي رح تظهر أسفل الشاشة، ونذكر وننوه دائما أن الكود الموجود أسفل الشاشة، أسفل يمين الشاشة، بإمكانكم أن تدخلوا له من موبايلاتكم لتسجيل أسئلة أو للاطلاع على الأسئلة السابقة أو إرسال رسائل صوتية، وستعرض هنا في البرنامج إن شاء الله تعالى. سماحة السيد، لطفا لو دخلنا بداية عن نظرة الإسلام للإنسان بين أن يكون اجتماعيا وبين أن يكون انطوائيا، لأنه بعض الناس فاهم الإسلام هو انعزال عن المجتمع بشكل كامل. تفضل. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في واقع الحال لا يمكن للإسلام أن يدعو الاعتزال، لأنه خلق الله البشر خلقا اجتماعيا، يألف ويؤلف، لا يمكن لإنسان أن يكون بطبع معتزل أو انعزالي كما في بعض الحيوانات أو بعض المخلوقات. نعم. إنما هو على حال وجوده وكينونته وتكامله بالآخر، تكامله، خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وشكلوا. نعم. له إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه القضية قضية لا يمكن أن تنسجم مع نظرة الدعوة للاعتزال، بل أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حارب هذا الخط، خط الاعتزال. كان موجود هذا الخط. بلي بلي، يعني يوم الأيام سأل فلان وفلان وين، قالوا يا رسول الله هؤلاء طلقوا أزواجاتهم وعلى حال باعوا كذا وحرروا عبيدهم وذهبوا إلى الجبال ليعبدوا الله. فيقال في الحديث الشريف أن الرسول ضرب برجله في الأرض وقال أنه رهبانية ابتدعوها، ما أنزل الله بها من سلطان، أنا محمد، أنا رسول الله، أنكح وأعمل وآكل وأشرب، يعني يقول أنه أنا كبشر أنكح وأعمل وكذا، يعني حال الاجتماعية محفوظة. نعم. أما الاعتزال بهذا النحو هذا مرفوض، فقاومها بشكل كبير جدا. فلا يمكن أن تكون أن تكون المنهجية الإسلامية تدعو إلى هذا النمط. نعم، اسمحوا لي أستدرك. تفضل. نعم، هناك أسميها أنا عزلة إيجابية وعزلة سلبية. أكو عزلة إيجابية أكو عزلة سلبية. نعم. متى تكون العزلة إيجابية ومتى تكون العزلة سلبية؟ الجواب، العزلة الإيجابية هي العزلة التي في سبيل الحفاظ على الهوية. نعم. في سبيل الحفاظ على ديني والحفاظ على قيمي. كيف تميز هاي سيدي؟ أحسنتم. شوفوا القرآن الكريم في سورة الكهف، ما أدري أقدر أطلع سورة الكهف. وإذا اعتزلتموهم. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فآووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هنا أيها الشاب، أيها الفتية، فتية آمنوا بربهم وشكلوا له، أيتها الفتية إذا أنتم تدخلون مع المجتمع راح يذوبوكم، يذوبوكم بالتواصل الاجتماعي والمهرجانات وعلى حال الاحتفالات والعولمة وقوانين المساواة. تدرون هذا يعني جاء أشير إلى قضايا واضحة عندكم. إذا أنت ما تعتزل أو ما تكون إنسان محافظ عنه، فأنت ماذا سيأخذك السيل ويجرفك السيل. أفهم من كلامك ضمنا سيدنا هاي دعوة إلى أن يعتزل الإنسان اليوم في عصرنا الحالي. بلي. كل هالوسائل التطور هذه
لا سأبين ذلك باستدراك. شوفوا أنا إذا كان التواصل الاجتماعي، وأنا بينت في بعض محاضراتي في الجامعات أنه الموبايل هذا بكل ما يحمل هذا الموبايل من نعمة إلهية، هذه نعمة إلهية لنا جميعا، وأنت تلمسها هذه النعمة الإلهية. أنا شخصيا ألمسها. الآن أنا ما أسمع عن علمائنا كانوا يبحثون ويسافرون الأقطار والأقاليم حتى يحصلوا على كتاب ويستنسخونه وكذا. الآن رب العالمين كل شيء أمامك، فهذا السهولة في الوصول إلى الكلمة الصح وإلى المصدر الصح وإلى الفكرة الصح وإلى العمل الصح، هذا كله يمكن الآن متاح لك. نعم هذا سيف ذو حدين كالتلفزيون، يمكن إنسان يشوف به هذا البرنامج ويستفيد، يمكن يشوف حفلة غنائية. فهي قضية ترجع إلى نفس المستخدم، يعني أنا وليست هي الوسيلة وسيلة شر مطلق أو خير مطلق، أنا اللي يمكن. فلذلك أقول أنه أنا لا أدعو إلى ترك كل هذه، أقول الاعتزال الإيجابي أن أتعامل مع المؤثرات الخارجية على أن لا تكون تؤثر في ما يرتبط بقيمي وهويتي وعلى حال مباني الفكرية والدينية. يعني أدخلها مسلحا. أدخل أحسنتم، أدخلها مسلح، أدخلها. شوف العبارة، الآية الكريمة من سورة مريم، وأعتزلكم بلي وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. أنا من جهة أنه أنتم تعبدون من دون الله وتروحون في طريق غلط، أنا أعتزلكم من هالجهة. نعم أشتري منك الخبز وأكل الخبز وأشتري اللحم وأكل اللحم، فأتعامل معك سوقيا، بس الاعتزال الفكري مهم جدا. هذه رسالة للجميع أخواني، رسالة للجميع. إحنا ما ندعو على أنه تعالوا أطردوا الموجودين، أطردوا الفئات، أطردوا الأقليات، أطردوا كذا، لا لا أبدا. لابد أن نتعامل معهم جميعا، لابد أن نأخذ ونعطي معهم جميعا، ولكن فيما يرتبط بقيمنا لا لا. وأنا بصريح العبارة أقولها، بعد أيام راح يصير احتفالية رأس السنة الميلادية. أنا أحيي جميع الأخوة المسيح الذين يعيشون في العراق، وهم نظرائي في الخلق بلا إشكال، ويحترمون المناسبات، نظرائي في الخلق بلا إشكال، ويحترمون قيمنا ونحترم قيمهم. نعم. على حال يتواصلون معنا ونتواصل معهم، ولكن إذا كانت بعض المراسيم والقضايا تؤثر على شبابنا وتؤثر على هويتهم، نقول لشبابنا هذا ليس لنا، بل ليس لنا في هذا الأمر شأن. بس أنا بصريح العبارة قلتها في إحدى المحاضرات. نعم. قلت شنو داعي هذا الأخ اللي عليه حال النجفي في شارع الضوان يخلي شجرة الميلاد؟ شنو ربطك بشجرة الميلاد؟ هي شجرة الميلاد الجماعة هم عليه حال شعارهم وقضيتهم، أنت شنو داعي؟ هذا نعتقده نوع من شنو؟ نوع من عدم فهم القضايا والذوبان في المسائل ورفع ما أدري الشعارات التي لا تنسجم مع الإسلام عليه حال. هذه نوع من الدعوة إلى الدين الآخر، وهذا لا يصح. فأقول الاعتزال، لابد يكون ماذا؟ إيجابي فكري. ما هو الاعتزال الذي ينبغي أن نحافظ فيه من خلال اعتزالنا على قيمنا وهويتنا؟ فأنا نعم أعتزلكم فيما تذهبون إليه، فيما يرتبط بأمر الاختلاط والإباحية وشرب الخمور وعلى حال الرقص وما إلى ذلك. نعم أنتوا أصدقائنا في المحافل العلمية والأكاديمية والتعاطي العلمي، نعم واضح المطلب. فإذا القرآن الكريم أيضا يسأل، يعني يدعو إلى هذه العزلة، العزلة الإيجابية. أما العزلة السلبية هذه اللي يشوفوها الآن للأسف، البعض معتزل الجميع ومتكئب وكل شيء، هذا ليس صحيحا. موجود هذا في مجتمعات بلا إشكال. الآن يشوفون بعض الناس يدعون إلى الصوفية. وأنا أحذر الشباب أنه ترى أكو جماعات الآن في مجتمعنا، تعالوا عيفوا كل شيء واتركوا هذا، على حال الموبايل طاغوت وذاك ما أدري صنم وهذا شرك، تعالوا ادعوا الله واسألوا الله ما أدري واذكروا الله. هذا الذكر صحيح والدعاء أمر طيب، ولكن ليست بمنهجية خارج عن منهجية أهل البيت صلى الله عليه أجمعين. نعم. منهجية أهل البيت خل أقرأها لكم، وهي دعوة الإمام الصادق لأصحابه.
الإمام الصادق عنده إخواني، ما أدري أنا حكيت في هذا الأمر هنا أو لا ما أعرف، ولكن أتذكر أني تعرضت إلى هذه القضية في عدة محاضرات خارج العراق، وهي أن الإمام الصادق صلى الله وسلامه عليه كتب وصية للشيعة، وابحثوا عنها في الجوجل، اكتبوا وصية الإمام الصادق لشيعته أو للشيعة، راح تطلعكم وصية أعتقد 4 صفحات أو أكثر. نعم. وكان ينبه الإمام أن هاي الوصية طبعوها، يعني استنسخوها وضعوها في بيوتكم ومساجدكم وتعاهدوها كل يوم، كل يوم قروها، كل يوم قروها، وعلموا أولادكم وربوا أولادكم عليها. شنو هاي الوصية؟ وصية طويلة صحيحة المتن والسند سيدنا، يعني من جهة أنه ليس فيها ما يمكن أن ماذا أن أحسنت يضعفها، له وصية أخلاقية بكل معنى الكلمة. نعم. وأنا تكلمت عن بعض التكفيريين من الشيعة، أكو شيعة تكفيريين. نعم. يعني يتهمون أي واحد ما يتماشى ويا فكرهم. نعم. أي واحد موجود سيدنا صعب نسميهم شيعة، لأنه يعني أنا سميتهم الشيعة تكفيريين. شلون؟ إنه قاعدين بلندن وغير لندن، عندهم قنوات وكذا، وأي واحد ما يوافقهم هذا زنديق وهذا كافر وهذا كذا، وشايفهم يعني يوزعون الأحكام بحسب مشتهياتهم. ليش مثلا فلان كافر؟ لأنه ترضى على فلان، وترضى يمكن عنده ظروف الخاصة يترضى، أو عنده ظروف الخاصة كذا، شو تكفره؟ هؤلاء أنا كان عندي كلام أنه اقرأوا وصية الإمام الصادق لشيعتي. ممكن نمر عليها بشكل سريع سيدنا؟ أنا في لا أحتاج إلى وقت، لأنه ليش؟ لأن نعم. بداية الوصية يقول يا جماعة أنتم تعيشون في مجتمع فيه المخالف، فيهم أعداءكم، فيهم أصدقائكم، فيهم كذا. هو يتكلم عن ذيش الحقبة سيدنا اللي هي الآن الحقبة بعد الأمر، يعني والآن أمر بالأشكال، وديروا بالكم لا تسوون شيء اللي تعرضون إخوانكم للخطر. هو عبارة لطيفة الإمام الصادق، يقول أنه من رب شخص يعيش في بلد أمان يحدث حديثا يجعل أخاه في بلد الخوف في خطر. يعني شنو بلد الخوف؟ يعني بلد اللي بي على حال يعني سلطان جائر وكذا، تدرون أنتم أقليات مؤمنة، أقليات مسكينة مؤمنة، اللي أنا قلت أنه إخواننا في مزار شريف في أفغانستان يتعرضون للقتل لأنه واحد في غرب العالم قاعد يتكلم براحته ويسب ويشتم، وذاك المسكين يقتل ويفجر. الإمام يتعرض لهذه، يتعرض ويعتبر على أنه التقية ديني ودين آبائي. زين، فيها الوصية عندها هاي الحكاية، احنا عندنا دقيقتين حتى ننتهي. فيها الوصية عندها الحكاية، شو يقول الإمام؟ اتقوا الله وكونوا إخوة بررة. نعم. يعني يدعو إلى من؟ إلى الإخوة وإلى التآخي وإلى التآلف، متحابين في الله. هاي محكاية هواية بيها حكي، أن تكون متحاب في الله. يعني شنو؟ نعم. أنا حبي إليك في إيش؟ نعم. في إيش يا أخ مرتضى؟ أنا حبي إليك عندي مصلحة يمك؟ نعم. عندي كذا يمك؟ لا، أنت رجال متدين، رجال شيعي أحبك. إذا يوم الأيام لا سمح الله سمعت عنك شيء، أنا حبي يزول. أحسنت، هذا يسموه حب في الله، متحابين في الله، متواصلين. شوف الإمام الصادق، تواصلوا أنتوا شيعة، تواصلوا مع بعضكم البعض، متواصلين، متراحمين. هاي ضد الانعزال سيدنا، بلا إشكال، متراحمين متواصلين. تزاوروا وتلاقوا وتذاكروا أمرنا فأحيوه. يعني لا تقعد والله أنا ما يخصني، لا لا، روح زور، روح على حال سوي جروبات حوار جميل، سوي جروبات تواصل اجتماعي إيجابي، هذا مطلوب. نحن لسنا ضد التواصل، نعم نحن ضد التواصل السلبي، نحن ضد التواصل الغلط المخرب، أما التواصل الطيب هذا جوهره. ماذا جوهر الإسلام؟ على أنه ينشر الإنسان ويدعو الله سبحانه وتعالى، يدعو لله ويكون داعي. هذه في واقع الحال تضرب في هذه الزاوية أنه الاعتزال غلط. نعم. مهما كنت أنت تقول سيدي أنا مشغول وكذا، ما يخالف مشغول، بس اجعل ولو يوم جمعة أطلع للصلاة، صلاة الظهر أطلع له. سيدي قبل قليل ذكرت هذا الجهاز
الموبايل وأهميته. بلي. فبس هيك حتى الأجواء تكون شوية مختلفة. أسأل جنابك سيدنا مدى اطلاعك على هذه التقنيات، هل أنت متواصل مع هذه التقنيات حضرتك؟ أنا شخصيا بالنسبة لكثير من الأخوة أمي، يعني بالنسبة للغيري نعم أعرف، ولكن أكو آخرين عندهم أكثر جنابكم أكثر يعني استيعابا لقضاياها. يمكن أنا ما أستفيد إلا المكتبات، الكتب، البرامج، التطبيقات الإيجابية أتعامل معها. أما قد تكون هناك ميزات حلوة وجميلة، للآن أنا لم أكن في ذاك الصدد. مثلا الذكاء الصناعي للآن أنا ما مستفيد منه، مع أنه قالوا يمكن أن تستفيد، وإن شاء الله هم أستفيد من عندك في أنه كيف أقدر أسهل عملية. ممكن هذا تكون دعوة للشباب اليوم، الشباب المؤمن الواعي بلي. أن يدخل في تفصيلات تقنية ممكن يستخدمها للدعوة إلى الله تعالى. بلا إشكال، طريق الحق. بلا إشكال، نحن في الواقع نحن دعاة حق، ودعاة الحق يبحثون عن كل وسيلة تساعدهم في ماذا؟ في نشر الحق والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كلام فيه هواية حسب تعبيرنا من الزوايا اللي لازم نتكلم عنها، بس اليوم إحنا برنامجنا تأخر في على حال في أن نكون معكم. إن شاء الله في وقت آخر راح نتكلم، وأنا أدعو جناب الأخ يذكرني على نتكلم في هذا الأمر. إذن نشكر سماحة السيد رشيد الحسيني على هذه الإضاءات والتركيز المهم على هذه المواضيع المهمة، شكرا جزيلا. سلمكم الله تعالى. على بركة الله نبدأ باستقبال مشاركاتكم إخواني الكرام، وأول المتصلين والمتصلات الأخت أم فاطمة. أختي الكريمة تفضلي. أم فاطمة أختي الكريمة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال يا سيد. تفضلي أختي. سؤالكم أختي الكريمة تفضلي، طرحي سؤالكم. السلام عليكم. عليكم السلام، بس أطلب من حضرتك أختي الكريمة تطفين التلفزيون أو تنصي تماما، سمعيني بس من التليفون لأنه قاعد يوصلنا صوتك يعني متقطع. تفضلي أطرحي سؤالك. تمام عيني. تفضل. زوجة حلف على يعني شغلة. نعم. حلف بالقرآن عليها وحلف بأهل البيت، يعني هاي الشغلة اللي يريد يسويها هي حرام، يعني ويدر بيها هي حرام، يعني هو هاي الشغلة ما يقدر يروح يقول أريد أرجع أسوي هاي الشغلة. تمام، متأكدين إنه هي حرام صح؟ إيه هو متأكد إنه هي حرام، يعني هاي الشغلة حرام وراح يسويها، وحلف بالقرآن عليه أكثر من مرة ما راح يسويها. تمام. بس يعني ما يقدر نفسه يقول أرجع أسويها، يعني يخاف يعني يرجع يسويها، يخاف من القرآن، يقول خاف يشاور بي القرآن، ويعني ما يحلف، هو حلف بالقرآن أكثر من مرة وحلف بأهل البيت. تمام. أن يسويها ولا يسويها؟ أن يسويها، أن يسويها، حلف أنه يسويها لو أنه ما يسويها. لا حلف مو يسويها طول عمره بعد هالشغلة، بس يرجع يقول خاف قريب أسويها هاي الشغلة. واضح، أنا راح أتكلم فيها. تمام، عندي سؤال ثاني أم فاطمة أختي. أي عين عندي على السؤال. تفضلي أختي. عين أنا زوجي ما يعرف يقرأ ويكتب، وعمتي هم ما تعرف تقرأ وتكتب، يعني وأنا ختمت القرآن مرتين بالنيابة عنهم، يعني أريد أعرف يعني شلون الختم مع القرآن الصحيح، لأن هم ما يعرفون يقرون ويكتبون. أحسنت، شكرا لحضرتك وإن شاء الله تسمعين الإجابة. تحياتنا لحضرتك. أم علي أختي الكريمة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، يا أهلا وسهلا، تفضلوا. أنا سألت السيد على مود بالدعاء، بس طفت الكهرباء وما فهمني. ترجعين للحلقة، موجود تصويرها أختي الكريمة على اليوتيوب تسجيلها. لا أريد أنا هسه أريد أحاكي السيد. اطرحي سؤالك تفضلي اختي ام علي باختصار لطفا. تفضلي. على مود اشتريت لي فراش انا. نعم. وهاي وعطي لي العمال ويا جودليه. نعم. وانا شنو وحكمها؟ اريد ابيعها. ان شاء الله تسمعين الجواب. تذكرت سؤالك حجيه، تذكرت سؤالك، تذكرت سؤالك في قناه اخرى ان شاء الله اجاوب. شكرا جزيلا. رعد تفضل اخوي الكريم. رعد تفضل عزيزي انت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون أخوي؟ شلون؟ حياك الله أخوي الكريم، تفضل سؤالكم. رحم الله والديك. سؤال للسيد رحم الوالدين. تفضل السؤال. التعامل بالسلف حلال لو حرام؟ يعني شلون؟ يعني أنا اليوم إذا أشتري سلفة من واحد، أنا أطيه فلوس نقد أطيه، وما ظل من يطلع اسمي أنا أخذ السلفة، ظل هو يدفع،
بس انا اطير مبلغ لقدام مال السلفون وتعامل عليها تعامل يعني فلوس عراقه بعراقه نتعامل. يعني هو قدم وانت قدمت بس انت تشتري سيرال ولا لا اصلا ما قدمت؟ لا هو ولد مسوي سلفه زي. مسوي سلفه اي وقال يابا تشتريها مني تعطيني نقدي تعطيني مثلا خلينا نقول هي 10 تعطيني اعطيك 12 تعطيني هي 12 مليون تعطيني 10 وانت تستلم 12 واحد. واحنا تعاملنا تعامل هيك وجه لوجه عمله انا حددني الامور حددناها ان شاء الله تسمع الجواب اخوي الكريم رعد تحياتنا لك. ناخذ اتصال احمد بعد اذنكم سيدنا لانه اتصالات مستمره. احمد تفضل. ألو. احمد تفضل عزيزي. انت عزيزي قبل فتره صديقي هو وزوجته راحوا على عمره. نعم راحوا على عمره قبل فتره. راحوا عمره نعم. ايه ما مسوين طواف النساء مسوين نعم. طواف الوداع. قلت طواف الوداع ماكو. قال بلى. قلت طواف الوداع ماكو طواف النساء. نعم بس هاي يصير يعني مثلا بدل ما يوم يدرون أوصي واحد يطوف بدالهم طواف النساء. تمام واضح سيدنا السؤال. بلا أعلمهم يعني عمره يعني ما سويت طواف النساء أبدا. ما مسوين طواف النساء. زين والآن رجعتوا للعراق وراجعين هم قبل فترة على صار فترة يكتبوا ما واضح. يعني هسه بدون علم يصير هذا يوصي واحد يسوي له طواف عمره طواف نساء بدون علمهم. واضح سؤال بدون ثاني. علمهم ما يصير بدون علمهم. انا راح اجاوبك شكرا. سؤال يعني ثاني يلا بعلمهم راح اجاوبك شكرا. سؤال ثاني احمد يلا ممنوع ما عندي سؤال. شكرا تحياتي لحضرتك. اذا شوي نتوقف عن اتصالاتنا للاجابه على الاسئله. سيدنا بدايه الاخت ام فاطمه زوجها اقسم بالقران حتى ما يرتكب محرم كان يرتكبه يعني مرارا سابقا متعود عليه وتقول الان هو خايف الان خاف في لحظه من لحظات الضعف يرجع يرتكبه وهو خايف من القران. احسنتم. شوفوا بعض الناس عندهم عادات سلبيه وعادات غلط متعود على حال تعاطي لبعض الامور محرمه ممارسات محرمه ونفسه توق الى يعني نفسه جره الى تلك الامور مثلا شرب الخمر والعياذ بالله يحلف ان بعد ما يشرب الخمر يتوب الى الله بس نفسه وأصدقاء السوء يجرجروا يجي شي يسوي يشوف إرادة ضعيفة يجي يقسم بالله أو يجي ينذر لله على أن لا يرتكب. هنا أسلوب جيد هذا حتى خوفه من الله وخوفه من مخالفة اليمين على حالة شوية يصد عن الغلط وهذا أمر طيب. وأنت شجعيه أنت زوجة صالحة شجعيه على أن أصبر في الله هذا جهاد وجيبي له الروايات أن جهاد النفس جهاد الأكبر وأنت في الواقع أكبر مجاهد في هذا المجال. حاولي أن تنطي دعم وهذا اللي عنده خوفه هذا ممتاز أن يخافه ممتاز لأن الدين دين سهم كبير منه هو الخوف تقوى الله الخوف من الله. أحسنتم سيدنا الكريم. سجال تفضل أخوي الكريم شوية بعد سجال نتوقف عن الاتصالات. عليكم السلام ورحمة الله أخوي. سؤال سيدنا عندنا الأمي ووالدتي وعماتي يدن للحي عمره نعم فأكو مكتب يأخذ أجرة قليلة يأخذ شنو؟ أجرة قليلة أجرة قليلة نعم. بالضبط ويأخذ جوازات هو يبصم وفلوسه فلوسها يأخذ عليها دولار 132 يأخذ العمل الصرف مالتهم يأخذ الفارق فرق العملة بالضبط هاي الشيء حلال أو حرام. أيوة هذا على حال يعني لازم ينبههم ترى هذا الجواز اللي جاخذ من عندكم جاي أنا أخذ الفرق تقريبا 600-700 ألف دينار بالضبط هو ينبههم إذا منبههم ويأخذ من عندهم تفاليس إيه وإلا الفرق هذا قيمة العمرة كلها يعني يلعب عليهم. لا هو نبههم بس راح أبين إن شاء الله تسمع الجواب. أنا أخذ الفرق واضح واضح إن شاء الله تسمع مشكور. الجواب تحياتنا لك وشكرا جزيلا. نفس الأخت أم فاطمة سيدنا سألت قالت أني لأنه زوجي يعني ما يقرأ ويكتب وكذلك أمه فأني ختمت القرآن بالنيابة عنهما هل يجوز ذلك؟ جزاهم الله خير. قلت مرأة صالحة هذه امرأة صالحة تقول أنا ختمت عن زوجي وأم زوجي القرآن لأنه خطي أمين بس أنا أقول إيش تعال سوي شيء آخر شيء آخر سوي شنو أكل القرآن الناطق نعم القلم هذا تطير عمة تعاي هاي شوفي خلي على الكلمات هو يقرأ لك اسمعي هم تشوفين القرآن هم تقرينه لأن هو يعني بطيء وسريع تقدرون تسووا وهذا في الواقع ثواب إليش أكثر أولا هم يقرون ثانيا هم يشوفون القرآن ثالثا يستأنسون بصوت القرآن ف
فيحصلون عدة ثوابات. ثواب الأول هم يقرون، ثواب الثاني ينظرون القرآن، ثواب الثالث يسمعون إلى القرآن، الثواب الرابع أنه يتعلمون القرآن، هي كلها ثوابات. فأنت تعاي سوي هذا الشيء كلش ممتاز. سيدنا هذا يجرنا إلى سؤال تكرر كثيرا بالرسائل سابقا، أنه واحد بالبيت قاعد يمارس عمل معين أو اثنين يسولفون أو بالعمل ويشغل قرآن للبركة للثواب، بس هو ما منصت إله، هل هذا يجوز؟ على أي حال ما أدري هذا على أي حال يجوز أو لا يجوز، ولكن خلاف الأدب. خلاف الأدب. القرآن إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إنصات. أحسنتم. أما إذا خليه هذا في المقابر لا بأس، أنا أشوفها لا بأس. ليش؟ لأنه يحسسك أجواء روحانية ممتاز، هذا في مقبرة النجف. نعم. لا بأس بها. ولكن أنه أنا أفتح القرآن وأقعد ألغو وأقعد أتكلم، فهنا أنا أكو آيات أنه لا تلغو القرآن، جاي الله سبحانه وتعالى كلامه فاسكتوا. هنا أنا لازم واحد يفتهم حسب المقامات وحسب يعني حسب الظروف، يعني لكل مقام مقال. الأخت أم علي حضرتك ذكرت سؤالها، هي طارحتها على حضرتك سابقا، فراش واشتريت. حجي أم علي الله يحفظها، سؤال عندها في كل القنوات، هم تتصل وتطرح نفس السؤال. حجية أنت تقولين رحت اشتريت فراش، خلوا بي جودلية، هاي الجودلية جيت للبيت شفتها أنا ما مشتريتها، فشي زايد. ترحين لأبو المحل يقول مو أنا، ترحين لكذا أبو شو اسمه ما تقول أنا ما شو أسوي بي. جاوبت قلت هذه إما أن تطي صدقة عن صاحبه أو تقيميه وأنت تأخذيه إليك وتطين فلوسه صدقة عن صاحبه، لأن مجهول مالك هذا. واضح حجية؟ جزاك الله خير. تمام. الأخ رعد سيدنا حكى عن اللي يبيع السلفة ويشتريها بنفس النقد ولكن بسعر أعلى. شوفوا مثل الصكوك يا أبو زهراء، أبو فاطمة، أبو زهراء. نعم، أبو فاطمة. أبو فاطمة الورد. الله يحفظ. شوفوا يجي واحد يقول يا أبو سيدة أنا عندي صك تاريخه شهر الرابع. نعم. تاريخه 100 مليون. أنا الآن أريد فلوس سيد. الآن أريد فلوس. فتشتري مني هذا الصك 100 مليون ب80 مليون؟ كله ما يخالف. كأنه سيدنا بالعكس يبيع أغلى. لا 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 بالعكس. هو يشتري أرخص، يعني السلفة يأخذ سلفته مثلاً 12 مليون، يقول أعطيك 10 بس أعطينيها من وقت ذيش 12 إلك، ما في مشكلة. هذا ليس ربا، هذا أنقص من الربا الزيادة، هذه أنقص. سيدنا ما أدري ليش أنا فهمتها بالآتي، شخص ما مشترك بالسلفة وشخص مشترك، أحسن، فهذا يقول له أنا بعد أرجع أدفع وأنتظر، لا أنت أنطيني السلفة مالتكم العشر ملايين نحتاج الآن. نعم. وأنا سددها بسعر أقل. نعم. بسعر أقل. لا لا عفوا بسعر أغلى أنطيك إياها، بس لا أقل أخو ما يصير. ما يصير أغلى. أما بالأقل ما في مشكلة. واضح. عندنا اتصال من من؟ أم عبد الله أختي الكريمة تفضلي. أي سيدنا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيدنا عندي سؤال، شفنا إحنا أمي عندها سنة 50. نعم. هم عندها سنة 15 رجب. نعم. وهي عندها تقاعد مع أبوه. تقاعد. التقاعد هذا تأخذه عن كل رأس شهر، فهي راح تأخر التقاعد على مود ما تأخذه لما تنقص سنة 50. يجوز لها لو حرام، يعني عني ليش ما تقبضها، تريد تخلص سنة 5 على مود ما يدخلها في سنة 50 ذني. واضح واضح واضح. زين هو قاعد يفيض عن حاجتها هذا راتب التقاعد؟ لا لا مذبوب. لا لا هي غنى عن حاجتها، يعني مو تحتاج لها الشهر ما قبضت، لما يجي شهر شعبان ويجي الموعد من السنة انه هاي حرام، لو حلال واضح النية مالتها. يلا شكرا. تحياتنا. شكرا جزيلا الأخت الكريمة. سيدنا الأخ أحمد سأل عن اللي نسوي يسوون طواف النساء في العمرة. طواف النساء في واقع الحال مو نسوا كأنهم ما يعرفون أو ما سوى طواف النساء في واقع الحال لا يرتبط بالعمرة، العمرة صحيحة وتامة، ولكن أكو محرمات الإحرام اللي هي النساء والطيب والاستمتاعات عموما الجنسية، هذه لابد بطواف النساء تزول، ذول ما طافوا فبقيت محرمات الإحرام عليهم. الآن لازم رأسا يعتزلون بعضهم البعض إذا زوج وزوجة، ويخبرون واحد هناك في مكة نطوف فلوس أو على حال يطلبوا من عنده طلب إنه رجاء نسوي عنا طواف النساء. أكو ناس يأخذون فلوس يسوون نيابة أو لا مجانا،
لابد أن يسوون طواف النساء حتى يحلون على بعضهم البعض، ولا لابد أن يعتزلوا الأمور الريحة والعطور وغسل الشامبو والصابون. يكون بعلمهم طبعًا. الأخ طبعًا. قال بدون علم. لا لا بدون علم ما يصير، لازم هم ينوبون أحد، أنت نائب عني أن، وأنه بدون علم، بدون علم ما يفيد. كريم تفضل أخوي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالأزمة. تفضلوا اطرحوا سؤالكم سيدي. رحم الله عليك. أنا رحت للعمرة. رحت للعمرة نعم. الحمات من المدينة المكة. نعم. بالطريق مطرد الدنيا. نعم. ويانا الشيخ معمم رجل دين ما وقفنا بالطريق نوقف. نعم. ما وقفنا بالطريق طلعنا ولا مشينا ما وقفنا. لما وصلنا المكة قال عليكم كل واحد طلي. قال كل واحد عليكم طلي. فاحنا هسه شنو يعني عفوا عفوا على الشيخ، الشيخ شاف المطر وما وقفنا. عفوا عفوا انتوا من وين احرمتوا؟ من وين احرمتوا؟ من مسجد الشجره؟ من مدينه المكة. مسجد الشجره انزلتوا بمسجد الشجره. اي بالطريق وركبتوا سيارات مسقفه، سيارات مسقفه. أي مسقفه. اي بالطريق لما اجى المطر لازم السياره توقف. ما الشيخ ما وقف. الشيخ ما وقف لو السائق ما وقف. هو الشيخ ولا لا قال الشيخ ولا استايق قالوا مطرد مطرد وظلت تمشي السياره مستمره. لما وصلنا المكيه قال لا لازم الدفع كل واحد. هو جماعه عند عرفوا بالدوله الافريقيه كل واحد يدفع 75,000 ويزيد بعد باسمه. واضح ان شاء الله تسمع الجواب اخي كريم. تحياتي لك وشكرا جزيلا. احمد تفضل يا احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياكم الله. سؤالكم اخي. سالم السيد. تفضل. سيد حلفت على الشيء أنا يعني بالغران والشيء هذا حرام أنا أسوي. نعم. يعني هذا شيء حرام بس أنا ما أقدر نفسي يعني حلفت عليه ما أقدر نفسي وهسه أنا خايف يعني من الطبع يعني. هذه أهلك الآن تصلت أخي؟ أي بس ما فهم السؤال هذا مستحيل. أي شوف أنت شنو حلفت على شنو أن تترك شيء مو غلط تسوي؟ أترك شيء يعني هذا سيد يعني هذا حرام يعني هذا اللي حرام بس أنا ما أقدر نفسي. ما تقدر عليه أن تتركه لأنك متعود عليه. متعود زين ما تقدر تسوي زين والآن قسمت بالقرآن أنه ما تسوي. ما أسوي وبعد وهسه ما أقدر ما أسوي وخايف أنه راح ترتكبه. خايف. خايف من القراسي. جيد جيد إن شاء الله تسمع الجواب الآن مرة ثانية راح أجاوبك مرة ثانية. تحياتي لك. نبدأ من الأخ أحمد سيدنا ونتراجع. حبيبي أحمد ما يخاف بس أجاوبك. سد التليفون أجاوبك أحمد. اسمع جوابي. تفضل. شوف أحمد حبيبي الله يحب التوابين، الله يحب التوابين. يقول واحد شلون سيدنا احنا كنا مخالفينه كنا نعصي كنا طالعين عن الخط. يقول ما يخالف الله يحب الانسان اللي يغلط ويتوب يرجع له. يقول هذا اللي يرجع لي واللي رجع عن المعصيه وعن الملذات ورجع لي هذا اكثر انا احبه. ليش؟ لان هو عارف لذه المعصيه، لذه المعصيه عارفها ولكن في سبيلي رجع. الله يحبك حب شديد انصافا بشرط ان تبقى على هالطريق. هذا القسم اللي قسمته ابقى عليه. رسول الله صلى الله عليه واله لما رجعوا اصحابه من الحرب كلهم مثخنين بالجراح وبالكذا وناس مقطوع رجليهم وناس مقطوع ايديهم، تدري ايش قال لهم رسول الله؟ قال لهم مرحبا بمن جاء من جهاد الاصغر وبقي عليه الجهاد الاكبر. قال له يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ إحنا رجلينا مقطعة إيدينا مقطعة شنو جهاد أكبر؟ قال جهاد النفس. فأنت بجهاد نفسك إنصافا ستكون أرقى وأقوى من ذاك المجاهد في الساتر. اضرب نفسك الأمارة بالسوء واستعين بالله، اطلب من الله يا الله أعني على نفسي كما أعنت الصالحين على أنفسهم. أحسنتم سيدنا الكريم شكرا جزيلا. أبو نورس أخي الكريم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. سؤالكم عزيزي. عزيزي عندي سؤال. تفضل السؤال للسيد. نعم شنو سؤالك؟ أنا سؤالي لقيت الموبايل بالسوق أشتغل بالسوق هناك. نعم. والموبايل صار له تقريبا 15 يوم عندي بس هو يترك ماني يعني ماكو أحد اتصل بي. خوش ما حد اتصل. ما حد اتصل حد الآن. زين انت هم اعلنت عنه هم سالت عن راعيه. انا سالت ورحت جماعه وطيتهم قلت لهم يا بابا انا اشتغل في هذا المكان لحد الان ماكو. تمام.
بس هو شرحها لا عراقية ولا هاي لا اسوسيال ولا زين. ابو نورس قبل لا تسمع الجواب هيش سؤال انا سابقا سالته لغيرك، بالمستقبل اذا شفت همات حاجه بالقاعد شيلها بعد لو تعوفها بمكانها؟ لا عوفها بس يعني الصبح يعني ما ان شاء الله راح تسمع الجواب اخويا. تحياتي لك وشكرا جزيلا. ابو عدنان، ابو عدنان تفضل اخويا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك اخوي العزيز؟ حياك الله عيوني، يا اهلا بك، سؤالك عزيزي. السيد احكي مو؟ نعم السيد يسمعكم، شنو سؤالكم؟ يسمعني بالنسبه لموضوع الورق. الورثه؟ الورق، الورق هذا اللي بيعدوا له. نعم الدولار يبيعوه بالعاجل. نعم يبيعوه بالعاجل 200 210. نعم بشرط وزياده. نعم بشرط وزياده. احنا عندنا الشرط والزياده يدخل وين؟ يدخل موضوع الربا. صحيح. تكلهم يقول لك والله محرمت المرجعية. تمام صحيح. فتريد تسمع الجواب على هذا؟ ألو فتريد واضح. تسمع الجواب على هذا السؤال؟ ايه عندي سؤال. سؤال ثاني؟ عندي سؤال موضوع العاجل. ناس تجار طعام تبيع طعام بالعاجل. نعم طعام تبيعه بالعاجل مثلا طن ب 500,000 يبيعها على الموسم 1,000,000 وربع. شلون ما فهمت؟ واذا ما اجت غله اي نعم واذا ما اجت غله عند الفلاح بعد يبيع حلاله يبيع بيته يبيع عنده قاع، المهم يشتت التاجر والا ما يتم عليه دعوه. تقولهم يقول لك هاي المرجعيه محللتها. تمام. سؤال ثالث ابو عدنان لو بزدني. سؤال ثالث. نعم. السيد قبل شويه اتطرق قال عن العزله. نعم اتطرق موضوع العزله بين سلبيتها وايجابيتها. نعم. هو قبل فتره السيد نفسه حكى على الانتخابات حتى الناس بانه تذهب للانتخابات. جي. نعم واكو ناس عزفت عنها احتزلت لانه الاحزاب الماسكه سلطه فاسده والفساد مالها بقرار المرجعيه. سيد سيستان الله يعوفه اقر الفساد. فانت تسال شلون العزله منبوذه وشلون دعوه للمشاركه، هيك سؤالك بالضبط. والسيد رشيد الحسيني دعا للمشاركه لها. تمام. هسه هو راح يقول لي انا ما كنت اخرج للاحزاب. راح يقول لك انتظر اسمع ايش راح يقول لك. اسمع ايش راح يقول لك. اهدأ شوي اهدأ. انت تقول وراح يقول لي اسمع ايش راح يقول لك سيد. تمام انت مو تريد الجواب؟ تجيك الاجابه. اسمعني استاذ العزيز. نعم. حكى عن اخوان المسيح. نعم. دقيقه هو مرادف السؤال مرادف. السؤال مرادف الحديث السيد. تفضل. بس باختصار ابو عدنان لان اتصالات كثيره. تفضل. نعم باختصار. بالنسبه للسيد قال على اخواننا المسيح. نعم. اخواننا المسيح باعت بيوتهم الاحزاب الفاسده والفصائل المسلحه واخذت شيء طلعتهم، ليش ما حد دافع لهم؟ تمام، شكرا جزيلا على اتصالك. تسمع الاجابه على الاسئله 4 ان شاء الله بالتسلسل. تحياتي لك. بس نتوقف عن استقبال اتصالات حتى نلحق على الاسئله. سيدنا خلينا نبلش بابو عدنان وبعدين نرجع لبقيه الاسئله. السؤال الاول كان عن بيع الدولار. ابو عدنان الله يحفظه عده فت قضيه بباله، وهاي القضيه لازم تكون يعني متحققه، واذا مخالف اكو فليش المرجعيه تحلل والمرجعيه كذا. حجي مولانا القضايا لازم واحد يتفقه فيها، والتفقه في الدين هو اي مهم. بيع الدولار، حج الدولار مو فلوس، الدولار الآن سلعة. الدولار نفسه مثل هذا الموبايل، الدولار سلعة. توسعين لا دولار فلوس أخي. الآن في الدول يعتبرون الدين الدولار سلعة، وهذه تباع وتشترى. فسماحة الأعلام شي يقولون هذا الموبايل الآن إذا تشتري من السوق نقدا هذا بيش أبو 500,000 دينار، تعطيه 500 وتاخذ الموبايل. تقول له لابو المحل يا ابا ما عندي 500، انا اعطيك بالشهر 100 100، فخمس اشهر انا. يقول لا حجي انا هاي الفلوس اريد ان اروح اشتري بها سلعه اخرى. فالفقهاء شو يقولون؟ الاسلام شو يقول؟ يقول للزمن ثمن. يعني وقت ما تاجل دفع الثمن يزداد. فاحنا عندنا بيع نقدي وبيع شنو؟ آجل.
بيع النقدي يعني بسعر اليوم، أما بيع المؤجل يعني رح يصير أغلى. ليش أغلى؟ نحن نسميه أقساط. أي أحسنتم، يصير أغلى. ليش؟ لأن أبو المحل تاجر يريد فلوسه حتى يشتري سلعة أخرى حتى يتاجر. أنت شوي شوي تطيه يقول هذا حتى الثلاجة الآن رح يشتري ثلاجة، يشتري دفاية، هسه دفاية تجي يشترون، يشتري دفاية يقول له بيش، يقول له 50,000 دينار، تعطيه 50 تأخذه، يقول له لا ما إذا أعطيك 50 بعد شهرين أعطيك 50، يقول له حجي 60,000، يقول هذا ربا. هذا مو ربا أخي، لكل سلعة قيمتان، قيمة مؤجلة وقيمة نقدية. القيمة النقدية تختلف عن القيمة الآجلة، واضح؟ والدولار قلت صار بمثابة السلعة. وبيع الطعام هذا بالآجل نفس نفس الكلام. يجي واحد يقول يا بهاي الحنطة مالتكم كذا الآن بيش تشتروها من عندي، يقول الآن 500، بعد 6 شهور يقول 1,500,000. هذا حرام؟ لا مو حرام، هذا بيع عاجل حجي، بيع عاجل. أكو بالقرآن بالحديث وبالقرآن فيما يرتبط بالبيع النسيئة وبيع شنو السلم، بيع النسيئة وبيع السلم وبيع النقدي، 3 أنواع البيع عندنا. هذا قضاء لازم واحد يتفقه فيها، لي حسب تعبير ينفعل وكذا، والمرجعية حللته. المرجعية ترى ما تكلم من نفسها، عندها أدلة بينها وبين الله. فهذا هم التطبيق هنا مجي يخلو لكم إياه، خلي موبايلك عليه وصوره حتى التطبيق يجي إلك تشوفه وتبحث به، ابحث هواي بأسئلة شوفها. تمام. مسألة ثانية، نفس الأخ سأل سيدنا عن العزلة والمشاركة بالانتخابات، يقول جنابكم في البداية تكلمتوا أن العزلة بحد ذاتها شيء سلبي بحد ذاته، وبعدين أو عفوا سابقا أنتوا دعيتوا للمشاركة بالانتخابات. هذا شنو ربطه بذاك؟ يعني أن المشاركة بالانتخابات إحنا لابد أن نقرر مصير بلدنا، مصير وضعنا. فأنا عندي رأي، هذا الرأي لازم أنا أستفيده وما أنطي للآخرين. الآخرين ينطون عني ليش؟ كأنما لما تقعد بالبيت أيها الآخرون أنتم قرروا عني. أكو عاقل يقول للآخرين قرروا عني؟ فأنا لازم راح أقرر، أنا لازم أقول رأيي، وهذه هي حسب تعبيرنا قضية حضارية وعقلائية. عفوا سيدنا ما أحس أكو تناقض، لأنه هي ولكن هو شي يقول، هو شي يقول، يقول لا لأن الأحزاب الفاسدة والأحزاب الكذا. وأنا قلت أنه ليس كل الذين رشحوا وكل الذين ترشحوا كلهم فاسدين، هذا كلام غير معقول. أكو أشخاص زينين، أكو أشخاص نزيهين، روح ابحث عنهم وأدلي بدلوك وقل برأيك، فهذا هو الأصلح والأنسب. سيدنا العزلة يعني تتعارض مع، يعني عفوا نبذ العزلة يتعارض مع المشاركة، مو العزلة تتعارض مع المشاركة، بالعكس. يعني أخي الكريم، العزلة فيما يرتبط بالقضايا اللي قلته، التعاملات وقضايا الدين وقضايا التعامل مع الناس، المشاركة ضد العزلة. أما المشاركة بالانتخابات هذا يبقى تقرير مصيري أنا، أنا لازم أروحا أقرر مصيري. كيف أقرر مصيري؟ بإدلاء رأيي وأدعو وأشيع عن الإنسان الصالح أنه تعالى ينتخبوه حتى عسى والعلي يصير تغيير. نعم. أما بالنسبة للمداخلة الأخيرة أخي أبو عدنان، فأنا يعني كلام السماحة السيد ما أساء للمسيحيين، بالعكس ذكرهم بكل خير وقال إحنا لا، يقول ليش ما تتكلمون يا حجي يا حبيبي، هذا كلامك مو صحيح. يعني سيدنا الأحزاب والفصائل راحوا أخذوا بيوتهم وأنتوا سكتوا، من قال سكتنا؟ مرجعية صدرت بيان، إحنا تكلمنا أنه ما يصير يا جماعة. ليش هالتحامل؟ يعني أنت لما ما سامع شيء وأنت لما ما واصل إليك يعني ما موجود هذا الشيء؟ رأسا أنت تتهم المرجعية على أنه ما قادت شيء؟ نعم قلنا لا يصح ولا كذا. شوف خطب الجمعة، خطب الجمعة فيما يرتبط بالأخوة المسيحيين واليزيديين، إيش قد المرجعية دافعت؟ إذا أنت ما سامع هذا مو تقصير من عندي، تقصير من عندك، اللي لابد أنه تسمع حتى تتفقه ولا تتحامل على مؤسسة الدينية. أحسنتم سيدنا، ونشكر الأخ أبو عدنان على طرح أسئلته. طبعا نعود للإجابة على بقية الأسئلة. سيد، كان سؤال من الأخ الكريم سجاد، سجاد جاوبنا على سؤاله آنيا نفس اللحظة على الأجرة القليلة للعمرة. إذا عندكم مداخلة سيدنا لا بد شوفوا بعض المتعهدين حسب تعبيرنا يردون يصيرون شطار. شو يسوون؟ يقول لحجي عمرتك 200,000 أو عمرتك 250,000، هذا يقول والله جزاك الله خير حجي، هذا عمره 250 وين نحصلها؟ بس هو شو يسوي؟ انطيني حجي جوازك وهذا، يروح ياخذ العملة يعني 3,000 دولار يروح يشتريها من البنك. بيش؟ 132,000، كل ورقة 132,000، يروح يبيعها وين؟ بالسوق.
ب160 او 170، فيرح يربح هو بفلوسك اللي هي فرق العمله اللي الدوله مطيتك اياها حتى ترتاح وتشتري صوغه بارخص يعني من سعر العمله الغاليه بالسوق. بس هو شو يسوي هذا المتعهد؟ ياخذها إلى، وقد يكون الفرق كبير 700,000 650,000 واقعا بعض الاحيان. فهو يلعب عليكم من هالجهه، يقول اوديكم عمره رخيصه بس هو ماكلكم من ناكه وصار اغلى. فاذا الان راح اجاوب على السؤال، اذا كان المتعهد يخبرهم بالتفاصيل، حجي ترى اذا اعطيتني كذا هيجي هيجي هيجي، اذا قال ما يخالف هو ما يخالف، اذا قال لا فلا يجوز. هذا نوع من الاغراء بالجهل، والاغراء بالجهل مشكله. زين سيدنا، نفسه هو المعتمر اذا اخذ فلوس هذه العمله اللي ينطوها العراق يصير قبل لا يروح هناك يصرفها هنا سيد؟ مالته بعد مولانا، هي مالته، يروح يصرفها هناك يصرفها هنا مالته. احنا عندنا اسئله كثيره سيد بس الوقت ادركنا، فنعتذر من جنابكم اولا ومن الساده المشاهدين اولا ايضا، ونرجئها ان شاء الله للاسبوع المقبل للاجابه عليها. عندكم اضافه في نهايه الحلقه سيدنا؟ سلمكم الله تعالى. بس عموما نسال الله سبحانه وتعالى ان يختار لنا الصلاح وان يغير وضع حالنا والى احسن حال، بخصوصا بتعجيل ظهور مولانا صاحب العصر والزمان. احسنتم سماحه السيد رشيد الحسيني الاستاذ في الحوزه العلميه في النجف الاشرف، وافر الشكر وعميق الاحترام لحضرتك على كل هذه الاضاءات المهمه، شكرا جزيلا. سلمكم الله تعالى وبارك الله. الله يحفظكم. الشكر موصول لكم أيضا إخوتي الكرام، كل من شاهدتمونا على امتداد هذه الدقائق، لنا أن ننتظركم وتنتظرونا إن شاء الله في الأسبوع المقبل في رعاية الله وحفظه.